بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا الأعزاء طلبة طب أسنان. النهاردة أولاد الفيديو دوت تقيل شوية. هو الفيديو دوت هو الأسبوع الثامن، وهو عبارة عن مجموعة من الجارز المرتبطة بالهيموداينامكس أوردرز والنيوبليجيا اللي هي الأورام. فاحنا هنشوف مع بعض الجارس واقول لك التفاصيل الموجوده فيها، وان شاء الله هتبقى فاهم وزي الفل، بس عايزك تركز معايا كويس عشان هما كتير شويه. اول جار يا اولاد عندنا شفنا حاجه شبهه في الادابتيشن وفي السيل انجري، اللي هو كان الجار، فاكر الجار بتاع الاورطه اللي كان ضاغط على الفيرتبرال كولوم والفيرتبرال بوديز؟ سيبك بقى من الفيرتبرال كولوم والفيرتبرال بوديز ده، وهات لي بس الاورطه. ادي يا سيدي الاورطه قدامك اهو، عباره عن اورطه كبير كده اهو، تمام؟ ادي الاورطه اهو، المفروض ان هو ارتري بقى، ماشي بقى يكمل كده، كمل بقى خرطوم بقى، ما انت شريان. قال لك لا، الحته منه اتنفخت كده اهي. وقلنا الانتفاخ الشريان ده اسمه ايه يا اولاد؟ قلنا قبل كده اسمه انيوريزم. فده جار عباره عن اورتيك انيوريزم. طيب الاورتيك انيوريزم كده القصه خلصت؟ لا، قال لك ده الاورتيك انيوريزم كمان جواه جلطه. الجلطه ديت عباره عن لامينيتد ثرومبس. يعني ايه لامينيتد؟ لامينيتد يعني عباره عن طبقات، اتكونت طبقه ورا طبقه. وانا قلت لك قبل كده في الفيديو اللي فات ان احنا عندنا طبقات من البليتلتس بنسميها لاينز اوف زان، ما بينهما بيبقى فيه خلايا مع فايبرين ملزقين كده جنب البليتلتس، فبتدي طبقات لايرز، مالتيبل لامينيتد لايرز من الجلطات، بتبقى كلها جلطه واحده في الاخر. طيب الجزء الاقرب لليومن من هذه الجلطه اللي هو الجزء الغامق ده الجزء الريسنت، عشان كده تلاقي لونه غامق، لسه يا دوب لسه خلايا ملزقه دلوقتي، ده الاقرب للدم. والجزء اللي اتكون في الاول الابعد عن الدم اللي هو بريفرال، ده غالبا بيكون حصل له اورجانيزيشن. اللي احنا شفناه في الصوره الميكروسكوبيك اللي هو قلنا عليه فايبروزز اللي كان لازق في الجدار، فده اللي حصل بالظبط عندي، وده الكلام اللي انا هقوله، مش هقول اكتر من كده. يبقى تاني انا عندي شايف ايه في الاورطه؟ شايف عندي انيوريزم. الانيوريزم شكله فيوزي فورم، يعني مغزلي الشكل، خلاص. انيوريزمال دايليتيشن جواه ايه؟ والله احنا شايفين جواه ثرومبس، اوصفالي هي لارج ثرومبس لامينيتد، يعني مالتيبل لايرز، خلاص. الانر سايد او الانر انر بوردر او الانر اسبيكت اوف ذيس ثرومبس از ريسنت، عشان كده لونه دارك براون. والاوتر بارت اوف ذيس ثرومبس is pale grayish white بسبب ان حصل له organization او fibrosis. وقال لك ان في عندنا حاجه اسمها atheromatous patch، يعني بقع من تصلب الشرايين اللي هي موجوده هنا وموجوده هنا. لون الاصفر ده عباره عن تصلب شرايين جوه الجدار الاورطي. تصلب شرايين ده اللي هو بيخش جوه، يعني انت عارف لما واحد عنده دهون زياده في الدم والدهون دي ترصف في الجدار، خلاص الدهون دي بان لونها اصفر في جوه جدار الاورطه من جوه يعني، تمام؟ فده الاثيروميتاس باتشز، تمام؟ دي صوره من ورا نفس الكلام، هنا صورة نفس القصة برضو بتوريني الجزء اللي هو الدارك اللي هو الجزء الريسنت، والجزء البيل اللي هو الجزء الاورجانيزد او اللي هو الجزء اللي حصل له فايبروزز من الجلطة. طيب موضوع بسيط، وانا شايف ان هو الكلام المكتوب فيه رغي كتير قوي مع احترامي اللي كتبه يعني، بس الموضوع اتفهم من كده بكتير يعني. العينة فين؟ سبيسمنت بتاعتي متاخدة منين؟ هو عبارة عن اورطة، بارت اوف ذا اورطة، وبتاع ادلت واحد كبير. ايه الكومنت اللي انا هقوله؟ اول حاجة اللي انا شايفه، الحاجات المهمة اللي انا شفتها، شفت ان الاورطه فيه لارج فوكال دايليتيشن which is fusiform اللي هو عباره عن انيوريزم، ادي واحد. سنجل طبعا هو سنجل انيوريزم. طيب اثنين containing two thrombi، ثرومبس هنا وثرومبس هنا، كل واحده منهم لارج ان سايز، اوصفها لامينيتد. مش لازم تقعد تحفظ بقى السم والسايت والشيب والسايز والكلر، يعني هي اصلا مش يعني مش هنقعد نلزق الكلام، نقعد نحط عناوين عشان نقعد نلزق فيها نحشي، خلاص هي شفنا ايه؟ شفنا اثنين ثرومبس. الاثنين ثرومبس دول كانوا شكلهم ايه؟ حجمهم ايه؟ كانوا كبار، مقاسهم كام؟ مش حاجه علميه تهمني يعني، ممكن ليا في عيان يعني، دي مش هتفرق معاه في تشخيص المرض وليس لها اي قيمه علميه، ما فيش حد بيحفظ مقاسات، فاهم ازاي؟ يعني مثلا عيان عنده ثرومبس حجمها 3 سم، واحد تاني 5 سم، كبرت شويه بقت 10 سم، تفرق معايا انا في التشخيص في ايه؟ ولا اي حاجه، مش قصتي يعني، تمام؟ فهي ثرومبس لارج ان سايز، ريلاتيفلي لارج، يعني شكلها لامينيتد اكتر من طبقه، فيها اريا بيل اللي هي بريفرال اللي هي اورجنايزد، واريا دارك اللي هي سنترال اللي هي جوه او انترنال اللي هي ريسنت، و بتبقى طبعا فيها ايه؟ لامينيتد مالتيبل لايرز، ماشي، او بيسموها اونيون سكان. طب تعالى نشوف هل في كلام هتلاقيه هنا مهم غير اللي احنا قلناه؟ نشوف السايز انيوريزمال، يعني
سايز انيوريزمال ديتيشن اوف اورتا. انا اعرف سايز ده حاجه يعني ميجربل يعني فيها ارقام يعني ايه بقى سايز انيوريزمال ديتيشن اوف اورتا. فعشان كده انا مش عاجبني قوي بصراحه موضوع ايه ان احنا نحط عناوين كده ونقعد نرص جنبها الكلام يعني. anyway اوتر سيرف في شكله فيوزي فورم ماشي، دايليتيشن ماشي، لقينا ايه، لقى في ثرومبس ماشي، كام ثرومبس، هما اتنين اوكي موجودين فين في الابدومين. طب عادي ما احنا لسه قايلين ان احنا في الاورت. طيب الشيب هما شكلهم طبعا لامينيتد او اونيوس، هو ده مش شيب، ده المفروض ده كات سكشن يعني، مع احترامي يعني ده مش شيب اصلا. الشيب ده اللي بيوصف الاكسترنال مورفولوجي من بره، انما اللامينيتد دي لما انا اخد كات سكشن واقول انا شفت ايه لما قطعت في الثرومبس لقيت طبقات، انما الشيب الشكل ده الشكل الخارجي كده من بره، فده اصلا مش شيب يعني. حتى العناوين معنونه غلط، فانا حتى مش عايزك تتعلم بطريقه غلط يعني، انسى العناوين دي خالص خلاص وذاكر بطريقه صح. لامينيتد لامين ليه اونيون سكين يعني السايز كام في كام مش قصتنا. اللون ماشي بيبقى صح بيل اد بريفري، والجزء السنترال بيبقى دارك. التشخيص اورتيك انيوريزم وذ لامينيتد ثرومبس اوكي شكرا جزيلا. طيب بص يا اولاد، في عندنا اولاد مرض بيحصل في القلب اسمه سب اكيوت انفكتيف اندوكاردايتس. ايه هو السب اكيوت انفكتيف اندوكاردايتس؟ بص يا شباب القلب، انا عايز بس اديك مقدمه بسيطه كده. القلب عندنا عباره عن تو بارتس، عندنا في عندنا رايت سايد وفي عندنا ليفت سايد اوكي. بيفصل ما بينهما جدار، هذا الجدار اللي هو الجدار الفاصل ما بين الناحيتين بحيث الدم ما بيختلطش من الرايت للليفت جوه القلب في الطبيعي يعني. طيب وبعد كده عندنا اوضه فوق اسمها الاتريوم اللي هي الاوزين، وفي عندنا هنا صمام فالف تمام، وبعد كده تحت الفنتريكل اللي هو البطين، في الاوزين الايمن والاوزين الايسر، والبطين الايمن والبطين الايسر اللي هو رايت اتريوم رايت فنتريكل والليفت اتريوم والليفت فنتريكل. طب كلام جميل. في بعض الامراض المرتبطه بالصمامات يبقى حد عنده فالف ديزيز، مرض في الصمام، ومن اشهر الامراض المرتبطه بالصمام هو مرض بيحصل على الميترال فالف، ده الصمام الميترالي اللي هو ناحيه الشمال، اللي هو اللي هو عباره عن البوابه او الممر من الاوزين الايسر ايسر الشمال ليفت اتريوم تو ذا ليفت فنتريكل. المهم ان بعض الناس اللي بيجيلهم امراض على الصمامات، اشهر مرض اسمه الروماتيك فيفر اللي هو الحمى الروماتيزميه، الصمام دوت بيبقى فيه خشونه سهل جدا تعيش البكتيريا جواه. طيب لو عاشت البكتيريا جوه الصمامات او على الخشونه اللي موجوده في الصمام وعلى الجلطات اللي بتتكون على الصمام، بتبدا تتكون جلطات ملوثه على الصمام. بتبدا تتكون ايه؟ جلطات ملوثه على الصمام. كلام جميل. هذه الجلطات الملوثه اللي على الصمام يا اولاد بيسموها فيجيتيشنز. هذه الجلطات الملوثه بيسموها ايه؟ فيجيتيشنز. ما هي الفيجيتيشنز؟ عباره عن جلطات سمول ثرومبوزز، جلطات صغيره قوي بتحتوي على بكتيريا وملزقه على الصمام نفسه خلاص. هي مش صغيره، هي ميديم سايزد يعني، ولونها بيبقى يميل للون البني شويه لان فيها كرات دم حمراء بتتكسر وكده، فيعني محمر او بنيه شويه. ده اللي بيحصل عندنا في السب اكيوت انفكتيف اندوكاردايتس. سهله سهله. نبص مع بعض على الصوره يا اولاد. الصوره دي بتوريني ايه؟ الصوره دي من منظور ان انا ببص من هنا كده اهو، ببص كده خلاص. فلقيت فوق، اللي فوق ده يا اولاد ده الليفت ليفت اتريوم، ده الاوزين الايسر. المنطقه دي منطقه الصمام، ده الصمام هو مفتوح، ده الفالف، ده الفالف اهو، ده الصمام اهو، الصمام مفتوح كده طبعا لان القلب اتفتح كده، بس لو جينا لميناه هنلمه كده يبقى حاجه اسطوانيه كده ممر. تخيل حاجه ممر كده اسطواني، رحت انا قاطع فيه كده وفتحه فرده لك تمام. طبعا الصمام الفالف نفسه ده بنسميه الكسب، الكسب اللي هو البوابه بتاعت الصمام، متثبت باوتار في القلب، متثبت باوتار، دي الاوتار يا اولاد اللي متثبته في عضله القلب من تحت. عضله القلب من تحت دوت الفنتريكل مفتوح، دوت اللي هو الليفت فنتريكل، البطين الايسر، وزي ما حضرتك شايف ان في مالتيبل فيجيتيشنز، في كده حاجات مكلكعه موجوده على الصمام، هي دي الجلطات اللي بتحصل في السب اكيوت اندوكاردايتس، وهو اصلا
جايب لك الجار ده عشان توصفها. طب تعال نشوفها في الجار الحقيقي المقرف اللي عندنا ده. الجار اللي موجود قدامنا ده يا ولاد اهو فاتح لي القلب من ناحيه الليفت، جاي ناحيه الشمال كده وفتح. طيب فده عباره عن الليفت فنتريكل، واللي فوق ده هو الليفت اتريوم. الابيض اللي فوق ده الاذين الايسر مفتوح قدامك، واللي تحت ده البطين الايسر مفتوح قدامك. طيب ما بين البطين والاذين الصمام، دي منطقه الصمام اهي. خلاص كل ده الصمام، الممر ما بين الاذين والبطين. الممر ده كان بيجي يلف كده اهوت ويعمل لك حلقه كده، رنج كده مفتوحه. طيب احنا فاتحينه طبعا، الاقي كلكيعه ضخمه كده بقلوزه كبيره كده اهوت مكلكعه موجوده على الصمام، هي دي الفيجيتيشنز، هي دي الفيجيتيشنز. طيب انا عايز اوصف هنا، هقول ايه؟ هقول العيان ده كان عنده حمى روماتيزميه، كرونيك روماتيك فالفيولايتس، التهاب في الصمام بسبب الحمى الروماتيزميه، حصل على اوف مايترال فالف، على المايترال فالف، عمل مايترال سينوزس، طبعا اكيد ده عمل ضيق في الصمام، تمام، وحصل سب اكيوت اندوكاردايتس، البكتيريا بدات تعيش جوه هذه الجلطات وتعمل جلطات ضخمه. طيب لما نيجي نوصف هقول ايه؟ هقول ان الصمام نفسه طبعا لان حاجه مزمنه يبقى الصمام نفسه المايترال فالف از ثيك، بيحصل فيه تليف طبعا فايبروزس، بيبقى وايت، تمام، ثيكند اند وايت وديفورمد، مشوه اكيد من اكيد تليفات هتعمل تشوه، ده الصمام نفسه. عليه ايه بقى؟ عليه فيجيتيشنز. طب تعالى نوصف الفيجيتيشنز. الفيجيتيشنز هي عباره عن ثرومب مالتيبل ولا سنجل؟ هي مالتيبل، حجمها ميديوم سايزد، لونها براون، خلاص، او هنا قالت لارج، تمام، فرايب ميديوم سايزد او لارج مفيش مشكله، فرايبل هشه بتفتفت بتفرول يعني. طيب اهي بص اهي كلاكيعه اهي لونها بني مكلكعه مفروله، ممكن تتفتت وطبعا تنتشر في ايه في الجسم. لما انت طبعا تعمل ضيق وتعمل جلطات في الصمام المايترال اكيد الليفت اتريوم ده هيوسع لان مش هيعرف يمرر الدم فيوسع فيحصل ليفت اتريال دايليتيشن، تمام. المايترال فالف قلت لك ان هو ثيكند باي فايبروزز وحصل له ستينوزز ولقينا عليه الفيجيتيشن زي ما احنا قلنا، ماشي يا اولاد. طيب الكومنت طبعا هنا سايز وساي هيعك الدنيا لخبطك لخبطت السنين يعني، فانت اوصف من فوق لتحت. احنا شفنا في الجار دوت ايه؟ اولا التشخيص ايه؟ هو طبعا اوبن هارت، التشخيص بتاعه هو عباره عن كرونيك روماتيك فالفولايتس، التهابات مزمنه في الصمام بتاع المايترال، حصل عليه سب اكيوت اندوكاردايتس. طيب احنا شايفين ايه؟ قال لك والله كده كده اي مرض او التهاب في القلب بيبقى البريكارديوم فيه التهابات، وانت عارف البريكارديوم الملتهب زي البلورا الملتهبه زي البريتونيوم الملتهب بيبقى ايه؟ اوبيك ورف وثيكن، نفس الكلام، تمام. لقينا ايه؟ لقينا المايترال فالف. ايه اخبار المايترال فالف نفسه؟ الصمام نفسه، الصمام نفسه اكيد في تليف، يبقى في فايبروزز، في ثيكنينج، في ديفورميتي. كوردة تنديني اللي هي الليجامنتس اللي كانت شد الصمام ثيكند بسبب التليف واسرت، تليف خلاها قصيره وتخينه. طيب اهم حاجه بقى الفيجيتيشنز اللي هي الجلطات، سنجل ولا مالتيبل؟ لا هي مالتيبل، بس هنا قالت لك هنا في الصوره دي كانت سنجل، ماشي. موجوده فين؟ على المايترال فالف، شكلها بوليبويد، بوليبويد يعني عامله زي بوليب كده مكلكعه، حجمها لارج او ميديوم سايزد، لونها براون، خلاص، كونسيستنسي بتاعتها فرايبل، ماشي. تاني قالت لك ان الليفت اتريوم بيبقى دايليتد وفي حته اسمها ماكالوم باتش. ايه الماكالوم باتش دي؟ مش قصتك، مش عليك يعني، الكلام ده اصلا بياخدوه في طب بشري في سنه تانية في موديول السي بي اس يعني، حتى ملوش علاقه بالجنرال باثولوجي، تمام. الليفت اتريوم في الاوزين من جوه في حاجه اسمها ماكالوم باتش، حته فيها تليف كده. طيب ده بالنسبه للهارت. يبقى نوصف تاني، نقول الكلام اللي احنا اللي قدامنا، نقول ان احنا عندنا القلب مفتوح، في اتريوم فوق، في فنتريكل تحت، في فالف في النص، اتريوم فوق دايليتد وفي ماكالوم باتش، الفالف نفسه في فايبروزس ثيكنينج ديفورميتي، عليه فيجيتيشنز. طب الفيجيتيشنز اللي على الفالف سنجل او مالتيبل؟ قلت لك سنجل، ماشي خلاص، يبقى هو على الجار ده سنجل، شكلها بوليبويد مكلكعه، لونها براون والكونسيستنس بتاعتها فرايبل وكده، شكرا كتر خيرك. هناخد بعد كده يا اولاد مجموعه من الجارز في الاورام تيومرز. بص يا سيدي الصوره دي بس بتوريني ايه الاول. ده يا اولاد بصوا، ده عندنا طبعا انت عارف الحنجره اللي هي اللارينكس، اللارينكس الحنجره اهي، تمام، دي منطقة بيسموها الإيبيجلوتس،
الاي بي جلوتس اللي هي بتقفل الحنجره، وده اللسان خلاص مرتبط بالحنجره، ده حته من اللسان يعني اللي هو الجزء البوستيريور من اللسان. تمام. وهنا دخلنا على الحمد لله، هنا دخلنا على اللارينكس نفسه، دي التراكيه، التراكيه تمام، ودي منطقه اللارينكس. اللارينكس ده يولد فيه الحبال الصوتيه اللي هم دول الفوكال كوردز. طلع جوه اللارينكس ورم حميد مدور اسمه بابيلوما، بابيلوما ده بناين تيومر جوه اللارينكس. تمام. طيب جوه اللارينكس ماشي، ايه البابيلوما دي؟ البابيلوما عباره عن ورم بابيلاري او نوديول ناعمه سموث، ورم حميد اسمه بابيلوما، صوابع كده، بناين تيومر طالع من الاسفاسكوم سيبثيليم موجودين خلاص. ممكن تلاقي فيه حته ألسريتد متقشره كده بسبب الاحتكاكات طبعا مع الكلام والصوت والكلام ده، بيحصل احتكاكات مع حركه الحبال الصوتيه فجزء اتقشر وبقى ألسريتد وحجمها سمول، بس مش اي حاجه تانية. بس ايه اللي عندي دوت؟ ده اللسان خلاص، ده اللسان اهو، ده اسمه الايبيجلوتس. تمام. دوت منطقه اللارينكس اهي خلاص، عندي دي المنطقه اهي اللي فيها البابيلو، ده البابيلوم اهي، واحد طلع له ورم حميد في الحنجره طبعا بيأثر على الصوت. تمام. البابيلوما دي شكلها ايه قدامك؟ راوندد او بابل او بابل بابيلاري بروجكشن، سموث ناعمه فيها حته ألسريتد طلع على الفوكال كورد على الحبال الصوتيه خلاص، راوندد اهي ويل سيركمسكرايب بابيلوما بارشالي ألسريتد فيها ألسريشن اهو وطلع على الفوكال كورد، بس مفيش اي حاجه يعني، كلام فاضي كلام فارغ يعني، ما مش تعليم يعني، مالوش يعني مش ما ليس ذو قيمه خالص. تمام. فالسبيسمن ديت عباره عن ايه؟ ادلت لارينكس مفتوح، والكومنت بتاعنا زي ما قلنا ان احنا عندنا ماس واحده على الفوكال كورد على الحبل الصوتي، وبتبقى شكلها راوندد لونها جريش براون. ماشي، طالما راوندد يبقى اكيد ويل سيركمسكرايبد، ما هو اكيد الدايره، الجسم الدائري هو جسم محدد الحدود يعني اكيد يعني، فده ده ريدندنسي، ده ترهل في الكلام يعني مش حشو يعني خلاص. وفي جزء منها البارشلي ارسريتد، بس ده بناين تيومر. في عندنا يا اولاد صوره ثانيه لللارينكس اهو، اتفقنا الحته العاليه دي اسمها ايبيجلوتس، وده منطقه اللارينكس اهيت، بس طالع في كتله سرطانيه في اللارينكس اهي، كتله سرطانيه في اللارينكس كبيره بقى، فده عباره عن سرطان في اللارينكس، كارسينوما اللي هو كانسر يعني، كارسينوما اوف لارينكس. السرطان ممكن ينتشر للغدد الليمفاويه اللي موجوده في المنطقه ديت، فهم كمان استأصلوا الغدد الليمفاويه، ادي ليمف نودز اهي، السرطان مكبر الليمف نودز، السرطان دوت انتشر للليمف نودز دي وكبرها. فاحنا عندنا هنا الجار ده فيه ايه؟ فيه كانسر في اللارينكس مع ليمف نود ميتاستاسيز. يعني ايه ميتاستاسيز؟ يعني انتشار للليمف نود. السرطان موجود في مكان ما وانتشر لغدد ليمفاويه، عمل ميتاستاسيز في الليمف نود. طيب لما نيجي نوصف السرطان ده شكله ايه؟ شكله فانجيتنج، عامل زي الفطر كده، حاجه طالعه كده فانجيتنج او كولي فلاور، لونه جريش وايت زي ما انت شايف، كونسيستنسي بتاعته فيرن بس. وعندنا الليمف نود حجمها اكيد لما يوصلها سرطان تبقى انلارجد، ولونها برضو يبقى جريش وايت وفيرن، مفيش اي حاجه. الجار متاخد منين؟ متاخد من اللارينكس. لقينا ايه؟ لقينا ماس سنجل ماس ترانس جلوتيك، يعني واخده ايه؟ واخده الفرنج اللارينكس كله يعني، ترانس يعني واخده كله. فانجيتنج، شكلها فانجيتنج عامله زي الفانجس كده اهي، كبيره شويه، لونها ايه؟ جريش وايت كونسيستنسي فيرم. دايما السرطان بيبقى لونه الغالب يعني جريش وايت وكونسيستنسي فيرم. ممكن الاقي فيه حتت فيها هيمورجين كلوز، ما كانش موجود الكلام ده بقى، ده حشو يعني مش مهم خلاص. الليمف نودز اخبارها ايه؟ لازم توصف الليمف نود، اقول ان الليمف نود انلارجد وبرده لونها جريش وايت وفيرم. يبقى انا يعني كل الوصف اللي في الموضوع، عندي كتله في اللارينكس جريش وايت وفيرم، وعندي غدد ليمفاويه متضخمه جريش وايت وفيرم، الكلام يتلخص في سطرين بالظبط بس، كل ده حشو. كارسينوما اوف ذا لارينكس وذ ليمف نود متاسس. طيب في بعد كده يا اولاد عندنا جزء من العظم، جزء من العظم، الورم الحميد اللي بيطلع في العظم يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه اوستيوما، يعني دي عظمه اهي حدودها اهي خلاص، طلع فيها ورم حميد يشبه العظم بالظبط، اسمه اوستيوما، كومباكت اوستيوما او ايفوري اوستيوما. اوستيوما يعني ورم حميد في العظم. عايزين نوصفه، احنا شايفين ايه؟ شايفين بارت اوف ذا بون، بون بتاع السكال، عظم الجمجمه، ولقينا فيه راوندد او دوم شيب عامل زي القبه ماس،
اوصفها. العظمه ناعمه ولا خشنه؟ سموث. لونها ايه؟ لون العظم لونها بيل. اكيد الكونسيستنسي هارد. تمام. هي عباره عن ماس واحده طالعه من الاوتر لاير بتاع السكال، دوم عامله زي القبه خلاص، و هارد بس. دي اوستيوم ورم حميد، كلام فارغ. نبص بقى على العك كده بقى. بص يا سيدي، احنا دلوقتي يا اولاد في عندنا بقى ايه؟ اورام سرطانيه تطلع في العظم. الاوستيوما ده ورم حميد، ده بيناين تيومر، كتله كده كل كعب بتطلع وبتستأصل وخلاص، لا بتكبر قوي ولا بتنتشر ولا بتخترق ولا الكلام ده كله. انما في حاجات بقى بتكسر في العظم وبتعمل مشاكل اسمها اوستيوساركوما. يبقى الورم الحميد اسمه ايه؟ اوستيوما. اوما اوما بس. اوستيو يعني عظم، اوستيوما. انما لما يبقى سرطان يبقى اسمه اوستيوساركوما. ساركوما سرطان. تمام. اوستيوساركوما. الاوستيوساركوما ديت عندنا دي موجوده في الهيومرس. عايزك بس تتعلمها بحاجه. ادي الهيومرس، الهيومرس اللي هي العظمه دي، العظمه اللي هنا. تمام. وطالع منها كده كتله عامله زي الشجره، ضخمه جدا، مكبره المنطقه ديت، عامله زي الشجره. الجار اللي عامل زي الشجره ده الهيومرس. ماشي. ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن سرطان طالع في الهيومرس. طيب انا كل اللي يهمني في الوصف بتاع السرطان ده، لما تيجي حضرتك توصف تقول لي اولا حجمه ايه؟ حجمه كبير خلاص. شكله ايه؟ سرطان بيبقى شكله غير منتظم، الريجولار ال ديفايند. تمام. لونه ايه؟ لونه لون العظم خلاص، نفس البون كلر، ولكن ممكن الاقي فيه ارياس فيها نيكروزز، تكسير وهيموريدج. وطبعا بيكسر في العظم، بيعمل باثولوجيكال فراكشر. يعني بص، الحته دي من العظمه مكسوره بسبب السرطان، ممكن يحصل كسر في العظم لان السرطان بيعمل انفلتريشن، بيخترق ويفتفت. بس ده كل اللي عايزك تقوله في هذا الجار. يبقى احنا عندنا الجار دوت متاخد ابر بارت اوف ذا هيومرس، كتله واحده طالعه من الميتافيسز اللي هو الجزء ده، الجزء اللي هو اللي قبل الكارتليج على طول، اسمه الميتافيس. طالعه من الميتافيسز بتاع العظم، ميتافيز اللي هي الحته اللي قبل الغضروف، يعني قريبه من نهايه العظمه يعني. تمام. شكله ايه؟ شكله الريجولر، شفنا الشكل بتاعه. انفلتريتنج، مخترق لدرجه انه كسر ديستروينج العظم، وعمل ايه؟ وعمل بون فراكشر، وممكن الاقي حتت فيها نزيف ونيكروزس. اسمه ايه؟ اسمه اوستيوساركوما في الهيومرس. بص يا اولاد، الجار اللي بعده دوت عباره عن ايد بني ادم مقطوع. ديت صوابعه اهي، دي ايده اهي، قطعوا له ايده خلاص. ولكن للاسف بعد ما قطعوا ايده اكتشفوا ان الورم عباره عن ورم حميد اسمه كوندروما. الكوندروما هو ورم بيكون ماده غضروفيه. كوندرو جاي من كلمه كارتليج. الورم اللي قدامي ده انا شايفه، انا عايز اوصف، سيبك من حدوته الواد ده وقصته ملناش دعوه بيه. انا اللي يهمني ان انا شايف دلوقتي ورم، الورم ده ويل ديفايند اهو، ويل ديفايند خلاص. ومن جوه في سيستيك سبيسز، في فراغات، في سيستيك سبيسز بس. بس مش اي معلومه تانية مهمه في الموضوع. يبقى انا عندي ماس واحده خلاص طالعه في الميتاكاربال بون اللي طالعه في الهاند يعني، وديستروينج اند ريبليسنج البون. ماشي. شكلها ايه؟ شكلها ويل ديفايند كابسوليتد. تمام. وفيها سيستكس. سيستكس فيس هنا سمتها هوني كومب، تشبيه يعني. هوني كومب يعني عامله زي ايه؟ خليه النحل. سيستكس سبيسز او هوني كومب مفيش اي مشكله، عباره عن مكزويد ديجنريشن بس. يبقى الورم ده عباره عن كتله مدوره ليها كبسول متحوطه كويس متحدده، ريبليسنج البون يعني حلت مكان العظم كويس، وفيها سيستيك ارياز او فراغات او هوني كومب او كافيتيز، زي ما اقولها زي ما تقولها. الورم ده اسمه ايه؟ كوندروما، ورم غضروفي، ده الكوندروما. الورم اللي بعده حجمه اكبر برضه. بص يا اولاد، دايما الايد المقطوعه اللي فيها صوابع دي بتبقى كوندرو، ورم غضروفي. بس هنا طبعا الورم الغضروفي ده هو الضخم جدا جدا جدا، اخترق كل الانسجه، فده بقى سرطان. فيبقى كوندرو ساركوما، يبقى دايما الحميد اوما بس، السرطان بحط ساركوما. زي الورم الحميد في العظم اوستيوما، شفناها في العظمه دي، انما السرطان لما طلع في الهيومرس اوستيوساركوما. الورم الحميد اللي هنا في الايد كوندروما، دوران بيعمل كارتليج خلاص، انما السرطان بتاعه اسمه كوندروساركوما. ايه مشكلته؟ انه كبير طبعا، اي سرطان يبقى الحجم لارج، يبقى الشكل الريجولار ال ديفايند، غير محدد غير منتظم، عامل انفلتريشن مخترق انفلتريتنج التيشو، وفي حتت فيها نيكروزز وهيموريدج. بس نفس الكلام
قله الف الاوستيوساركوما. يبقى اذا ده عباره عن رايت فور ارم مع الهاند، لقينا ماس، الماس ديت سنجل واخده الفور ارم كله لانه ورم سرطاني خلاص حجمه كبير خلاص، الريجولار ال ديفايند انفلتريتنج ديستروينج، في حتت فيها نكروز وايه وهيمرج وكده كده اللون جريش وايت تمام، والتشخيص كوندرو ساركوما. شكرا جزيلا.